بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. ونحن في مكة شرفها الله أيها الكرام الفضلاء، ونحن في 45 من شهر جماد الأولى لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أتكلم لكم في التحذير من الربا وخطره. لابد أن نعلم أيها الكرام الفضلاء أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو من أكبر الكبائر. ولذلك النبي لما قال من حديث ابن مسعود وغيره في الصحيح اجتنبوا 7 وذكر منها الربا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الموبقات يعني المهلكات أيها الكرام الفضلاء. والله عز وجل توعد من يأكل الربا فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني لا يقوم من قبره إلا كالمجنون كما قال أهل العلم لا إله إلا الله. والله هذه عقوبة والعياذ بالله خاصة لهذا المرابي الذي كان في الدنيا مجنونا وراء المال ولاهثا مجنونا وراء تحصيله من أي مكان، والجزاء من جنس العمل. ولا يعذر الإنسان أن يلجأ إلى الربا فيقول أخي أنا مديون، أنا مقبل على زواج، الحالة المالية صعبة، يا أخي أنا محتاج، أنا فقير ولم أجد إلا هذا الباب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن يستعف يعفه الله تبارك وتعالى. والله يا أخواني الإنسان إذا ألظ بهذا الجلال والإكرام كما في السلسلة الصحيحة عند الطبراني ألظوا بهذا الجلال والإكرام، يعني إلزموا في دعائكم يا ذا الجلال والإكرام، يعني مثال يا ذا الجلال والإكرام أغنني، يا ذا الجلال والإكرام نجني من أكل الربا، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. فلذلك كما كان في الدنيا لاهثا وراء المال مجنونا وراء تحصيله، فإذا هو نسأل الله السلامة والعافية، فكما كان لاهثا في الدنيا مجنونا وراء تحصيل المال يوم القيامة لا يقوم من قبره إلا كالمجنون. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا إله إلا الله. انظر إلى وعيد آخر، قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله عز وجل توعد آكل الربا أن يمحق الله عز وجل أمواله وأن ينزع بركتها، سبحان الله. والله عز وجل ما قال يهلك الله الربا، لا يمحقها. والمحق أيها الكرام الفضلاء يعني يذهب برأس المال وبما أتاه من أرباح من هذه الأموال الربوية. تأمل المحق، الميم والحاء والقاف، يدل أيها الكرام الفضلاء على نزع المال ونزع بركته وذهابه، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من أناس تعاملوا بالربا فنزلت بهم الجائحات ونزلت بهم الأمور المهلكات، فنزع الله عز وجل رأس المال والأرباح وجعلهم يتكففون الناس يسألونهم ما يملكون قطميرا. فلذلك هذا وعيد عظيم أيها الكرام الفضلاء. والله عز وجل تبارك وتعالى قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس المرابي عليه أن يشهر سيفه وأن يحارب ربه. من يستطيع أن يفعل هذا؟ من يستطيع أن يفعل هذا؟ وانظر إلى ما جاء في السنة من الوعيد أن آكل الربا ملعون، واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، نسأل الله السلامة والعافية.
آكل الربا الذي أخذه، موكله الذي يعطيه، كاتبه الذي يكتب العقود، شاهديه اللذان يشهدان على عقد الربا، كل هدول ملعونون. كم عددهم؟ 5 ملعونون في الربا. فالمسألة ما هي سهلة يا إخواني، المسألة صعبة جدا. ونذكر بالحديث يجتنب 7 الموبقات يعني المهلكات. قلنا وما هن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، سبحان الله جعله منها، وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فهذا جعله من المهلكات، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك يا إخواني يعني هذه صرخة محب لكم لتحذروا الربا بجميع أنواعه، ربا الفضل وربا النسيئة، ربا المعاملات، ربا القروض، كل أنواع هذه الربا تحذروها من أولها إلى آخرها. واعلم أخي الحبيب إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. المال والأموال والأولاد فتنة، فإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر هذه الفتن وأن يتأمل كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ثم يتأمل بعض الناس يقول لك يا أخي أنا أدعو ما يستجاب لي، لأنك تأكل حرام. عن أبي هريرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، ثم قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح إني بما تعملون عليم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه يمد يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. سبحان الله، كيف يستجاب لك وانت كل أكلك حرام في حرام؟ نسأل الله السلامة والعافية. وتنزع البركة حتى من أولادك ومن زوجاتك ومن ما كسبت إلى غير ذلك، وتنزل بك الأمراض وتنزل بك الأدواء وتنزل بك البلايا وتنزل بك كل هذه الأشياء. ثم بعد ذلك يقول والله أنا ماني عارف من فين جاتني كل هالمصائب. أتتك كل هذه المصائب من أكل الربا، من أكل الربا ومن دعوة الناس إليه. فاحذروا الربا واحذروا أنواعهم واحذروا التساهل فيه يا رعاكم الله. وإذا أردت أن تبدأ أي معاملة جزاك الله خير ارجع لأهل العلم الثقات، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ارجع لأهل العلم الثقات واسألهم عن المعاملة ما حكمها، إن قالوا لك حلال فاذهب على بركة الله، وإن قالوا لك حرام فعليك أن تكون أبعد الناس عن هذا الحرام. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على ذكره، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.